دكتور جلال السعيد محافظ القاهره. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا يا استاذ شريف، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. عايز اطلب من حضرتك طلب دلوقتي. الجزء اللي خاص ب، عشان احنا كنا لسه بنتكلم عن النصب التذكاري، حددتوا المكان اللي فيه التظاهر في القاهره بدون اخطار؟ هنحدده بكره ان شاء الله باذن الله. يعني بكره يتم الاعلان عنه؟ ان شاء الله باذن الله. طب ما تدينا اشاره كده، هيبقى ده فين، مواصفاته ايه، مساحته قد ايه؟ ان شاء الله باذن الله. لكن في مواصفات معينه، في يعني في اكتر من منطقه حضرتك بتاكد فيها؟ لا احنا خلصنا وبكره يطلع القرار ان شاء الله باذن الله. هيبقى فيهم ميدان التحرير؟ احنا بنتكلم هنا على الاماكن اللي يتم التظاهر دون اخطار. دون اخطار اه. فميدان التحرير بالتاكيد هيبقى لازم اخطار. اخطار. ايوه. النهارده كان في اجتماع مع رئيس الوزراء صحيح؟ مع؟ النهارده كان في اجتماع مع رئيس الوزراء. لا ده كان امبارح. كان امبارح عفوا. بالظبط. حضرتك لما كنت مشرفنا برضو كنا بنتكلم عن اطار زمني محدد علشان نقدر نتعامل مع كل المشكلات الخاصه بالقاهره، خصوصا ما يتعلق بالقمامه وما يتعلق بالسيوله المروريه. بالظبط. هو سياده اللواء حسن البديسي كان بيتكلم مع سيادتك من شويه. أيوة. وكان بيتكلم على الجهود الخاصه بالرجال الشرطه في هذا الخصوص، لكن انا طبعا بالنسبه لنا احنا انا شايف انه طبعا اللي بيعمله اللي هو حسن بيه بيتم بالتعاون معانا وبالتنسيق معانا، وده مطلوب بالفعل، لانه جزء كبير جدا مشكله جاي من عمليه ضبط السلوك في الشارع. لكن اللي احنا بنفكر فيه بالاضافه الى كده، هو ده الاساس، هو ان احنا عاوزين نقلل عدد الشوارع، عدد العربيات على شوارع القاهره، وده لن يتحقق الا بوجود نقل عام قوي منظم يعمل في شوارع القاهره، وهو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. احنا حاليا بنوقع عقود، وقعنا بالفعل بعضها وهنكمل ان شاء الله في خلال الاسبوعين ثلاثه القادمين، نوقع عقود معدها ان احنا بنشتري عربيات نقل عام، اتوبيسات حديثه مكيفه بتعمل بالغاز الطبيعي، حجمها على الاقل يساوي حجم الاسطول اللي موجود في القاهره الان وقد يزيد، مما يعني ان احنا بنجيب عدد من الاتوبيسات قد يصل الى 1500، ده يعادل حجم الاسطول اللي تجمع على مدار ال 30 سنه الماضيه. 1500 ده زياده ولا 1500 زياده عشان يحلوا محل اللي موجود؟ لا لا 1500 زياده. انا عاوز اقول لسيادتك كفاية الشريف، اتفضل. القاهره فيها اكثر من 4000 اتوبيس، لكن بيعمل منهم بشكل منتظم حوالي 1250. احنا دلوقتي بنوقع عقود فعليه بتمويل فعلي متاح لحوالي 1500 اتوبيس اضافيه، مما يعني ان احنا هنستطيع ان احنا نسحب من الشارع حوالي مليون، حوالي 2 مليون رحله بتتم الان بالسيارات الخاصه من اصل 22 مليون رحله بيتموا في القاهره الكبرى ككل. أيوة. هو ده الحل الوحيد. طبعا كمان سيادتك ممكن تبقى عارف انه المرحله الثانيه من الخط الثالث للمترو هتبدا ان شاء الله باذن الله، في هتنتهي ان شاء الله باذن الله في ابريل القادم، ودي من المتوقع انها تسحب برضه من شوارع القاهره حوالي 600,000 رحله اخرى تتم في الخط. يعني الخط بدايه المرحله الجديده من المترو تقلل عدد رحلات العربيات الخاصه 600,000 يوميا؟ المترو بيشيل في اليوم او الجزء اللي هيتم افتتاحه لما يتكامل مع المرحله الاولى اللي هي من العباسيه، من العتبه العباسيه. أيه. هذا الجزء على بعضه هيشيل حوالي 750,000 راكب. 750,000 راكب دول في اليوم، لو افترضنا ان رحله السياره دلوقتي متوسط الاشغال 1.5 راكب للعربيه الخاصه. أيه. فسيادتك تقسم بقى 750,000 على 1.5 على 500,000 رحله عربيه يوميا في الشارع هتم سحبها من الشارع، ونفس الكلام حوالي 2 مليون من الرحلات بالعربيات ايضا هتم سحبها من الشارع لما نضيف 1500 اتوبيس اخر. خلي بال سيادتك ان معظم الناس المصريين اللي بيركبوا عربيات خاصه او بيركبوا
تاكسي بيركبوا مضطرين. الشعب المصري ما هوش شعب غني، وبالتالي الاستخدامية الخاصة بيشتريها مضطرا، واللي بيركب تاكسي بيركبه مضطرا. ولو لقيت مواصلات بدل ما اركن عربية وادور على ركنة هركب المواصلات. بالظبط كده. فده المجهود اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. انا عاوز يعني برضو سيادتك والشباب المشاهدين يعرفهم انه تدبير تمويل لحوالي 1500 اوتوبيس اضافية، بنتكلم على 2 مليار جنيه تمويل لقطاع واحد في مدينة واحدة. يعني نعم هي العاصمة، بنتكلم على القاهرة، بس هي أكبر كثافة يعني. بالظبط كده. فهو ده اللي بيمشي دلوقتي، وإحنا ماشيين بمنتهى السرعة في عملية ترشية العقود والتوقيع، وبنضغط فترات التوريد وفترات الاختبار، وكل من شأنه إن شاء الله إن إحنا نبدأ نرى على شوارع القاهرة يمكن اعتبار من مارس القادم دفعات من هذه العربيات تدخل الخدمة. ممكن ندخل شهريا حوالي 100 اتوبيس او 150 اتوبيس الى ان تكتمل العمليه دي كلها في وقت قريب ان شاء الله باذن الله. دكتور جلال سعيد محافظ القاهره، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا يا فندم.